أعود مرة أخرى للموضوع الذي تابعناه منذ ساعة من الآن، وهو ما يتعلق بمطار بيروت الدولي، هذا المطار الذي تم اقتحامه واختراقه سبرانيا. نتحدث الآن عن توقف المسح، مسح التفتيش الأمني الكامل في المطار. يعني بدأ هناك تضررات كبرى، لم يقتصر فقط على نشر رسائل عبر الشاشات، وإنما هناك تضررات كبرى. ومتابعة لهذا الموضوع معي من بيروت الصحفي الأستاذ أسعد بشارة. أستاذ أسعد، أهلا بك. أولا، إن كانت لديك فعلا أي معلومات قبل أن أدخل إلى أسئلة كثيرة تتعلق بمن يقف وراء هذا الاختراق. يعني الأجهزة العاملة في مطار بيروت الدولي غير محصنة، وقد شك الكثير من النواب وسائلوا الحكومة والوزارات المختصة عن حصانة هذا العمل وإمكانية اختراقه، هذا أولا بالمبدأ، وبالتالي هناك سهولة بالاختراق. الواضح أنه الاختراق طال أجهزة العمل وليس أجهزة سلامة الطيران المدني، مما عطل الحركة في المطار، لأن جهاز تفتيش الحقائب سكانر قد تم تعطيله أيضا وتهكيره. بالتالي الواضح أن هذه رسالة سياسية وليست هجوما سبرانيا، مجرد هجوم تخريبي. تعمد الذين هكروا الأجهزة المطار والشاشات أن يضعوا عنوان جنود الرب، وهذه مجموعة من الشباب في البيئة المسيحية كانت تتظاهر دائما بخلفية الانضباط الأخلاقي أو ما شابه. باعتقادي أن هذا عمل أبعد من الحدود اللبنانية، يمكن أن ينفذ عبر أحدهم في المطار، ويمكن أن ينفذ بطريقة الهجوم السبراني. طيب، أشير أيضا لبعض العواجل، هناك قصف لمستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة، وخرج المرضى القادرين على المشي يعني هروبا من هذا المستشفى، ووزارة الصحة الفلسطينية تقول هناك نية إسرائيلية لإخراج مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع عن الخدمة بشكل كامل حتى لا نفوت أي جزء في هذا الموضوع. طيب أستاذ أسعد، البعض يتحدث عن أنه هذه جهات معارضة لبنانية داخلية وليست إسرائيل يعني التي تقف وراء هذه الحادثة. استبعد هذا الموضوع، فوضع عبارة جند الرب يعني له هدف معين، هو إثارة مشكلة داخلية. لكن يعني قبل أن تقوم السلطات في مطار بيروت بالتحقيق، يعني أنت تستبعد تماما وجود جند الرب، لأن كان معنا صحفي الأستاذ إبراهيم ريحان، وكان يتحدث عن أنه في نشر على تويتر بعض الإشارات التي يمكن أن يفهم منها أنها يعني تبني. هذا هو الاتهام الأسهل، ولكن هناك استبعاد لهذا الموضوع. باعتقادي أن يجب النقاش بموضوع أن إسرائيل بسهولة قادرة على إيصال الرسالة لأنها قد تستهدف مطار بيروت الدولي. أما وضع الموضوع في زوارب داخلية لبنانية فهذا أمر يمكن أن يغير وجهة الحقيقة إذا ما أردنا قال، ولكن وليس من مصلحة اللبنانيين يعني. نعم، لا نستعجل ولا نحلل. يعني في العام 2006 إسرائيل أول ما بدأت الحرب أول ما استهدفت مطار بيروت الدولي ومدارجه. لماذا؟ لأن عملية الدخول في الحرب تستلزم تعطيل المطار لعدم استهداف الطائرات المدنية وتحمل المسؤولية، يعطلون المطار في أول خطوة. لا سمح الله أن يحصل هذا، ولكن أنا أرى أنه في هذا السياق، في سياق توجيه رسالة إنذار يعني إضافية إلى لبنان، رسالة إنذار إضافية. بكل الأحوال يفترض المسؤولية بحريري الدولي عندما تتعطل عملية المسافرين والسفر، إنما هذا يكون إرباكا كبيرا في المرفق الحيوي الأهم والأول في لبنان. نعم، أنا بشكرك أستاذ أسعد بشارة، شكرا جزيلا. طبعا هذه الصورة التي تظهر أمامكم الآن، مطار بيروت الدولي الذي تم اختراقه سبرانيا على مرحلتين. المرحلة الأولى إرسال رسائل كما تتابعون على الشاشات بهذه الطريقة، تحذيرية لحزب الله بعدم زج لبنان في هذه الحرب، والمرحلة الثانية كانت فكرة اختراق نظام التفتيش